ضيوفكم هم يعصب انا ايش اسوي محمد غادي نصور بجد لا حلو لا هذا مش منظمه دي معدن مش مساعد مش منظمه دي وهذا 2019 والله وقت واحد من عمرها الان صور نعاني من الأفارقة المتوفدين علينا من هذا الخط يأتوا بالمئات يوميا ولم تهتم لهم أي جهة مختصة، ولهذا نحن نناشد الجهات المختصة والجمعيات والمنظمات يعني الوقوف حول هذا الأمر، وقد مسكنا منهم العداد منهم ولم يستقبلوهم أي من الجهات المختصة بهم. جيت من إثيوبيا، دخلنا من بحر نروح السعودية عشان نشتغل. الحين يمن مركز ما يدخلنا، الحين هنا نبغى راجع للبلد. يعني الضيف يوم يومين ما في كثير.